وللمزيد من المتابعة والتحليل للبورصة المصرية تنضم معنا هاتفيا الأستاذة عصمت ياسين خبيرة أسواق المال. أهلا بك أستاذة عصمت. بداية يعني كيف ترين أداء البورصة خلال اليوم وما أهم الأحداث التي أثرت بطبيعة الحال على تعاملات البورصة المصرية؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا هو الحدث الاكبر المتصدر كل الساحه عندنا في البورصه هو الطرح الجديد هو اي فاينانس. والنجاح اللي حصل شهده النهارده مع اول يوم تداول ليه على الشاشه بنهايه الجلسه النهارده هو صعود 50%، اكثر من 50% صعود، فده بيدينا اشاره قويه جدا قد ايه السوق عندنا في مصر متعطش الطروحات الحكوميه. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت في التقرير دلوقتي ان ده ثاني طرح من بعد المصريه للاتصالات، بل يمكن يكون صحيح. الاكبر من المصريه للاتصالات، هو لسه وافد جديد على قطاع التكنولوجي اللي اصبح متصدر اهتمام الشعب المصري ككل، خاصه بعد جائحه كورونا او اهتمامنا كلنا للحركه الرقميه والفنتك عموما. فاي فاينانس نتوقع ان هو ان شاء الله هيستمر في نجاحه في خلال الفتره المقبله، خاصه ان هو كمان الاهم ان هو رجع لنا ثقه المستثمر الاجنبي ونظرته والتفاؤل للسوق اللي خلانا كمان يعني امبارح بالرغم من ان كان في تراجع شديد جدا على جلسه اليوم وجلسه امس، ما الجلسه امس كانت اكتر قفل فيها الجلسه، قفل في اخر الجلسه نص ساعه، ادانا اشاره قد ايه المهتمين بينا ان هم المؤسسات الاجنبيه، لان الحقيقه كان مؤشر رئيسي مش متراجع بشكل قوي. التراجع كان على المؤشر السبعين ونقدر نقول عليها الاسهم المضاربيه اللي بدا يحصل فيها عمليات مش جني ارباح ولا كوركشن، لا هو خلاص بيعكس الاتجاه وبيحصل ريفرس دلوقتي في اي جي اكس 70 وبيحصل شيفتنج للسيوله بتدخل على الاسهم القويه القائده للسوق المصري بقياده ودخول اللاعب الرئيسي عندنا اللي كنا منتظرينه فتره كبيره قوي اللي فاتت هو المؤسسات المحليه والاجنبيه على السواء. فظهور دوت ادانا اشاره بان احنا لما غيرنا كمان في الحدود السعريه عندنا في السوق المصري وخليناها بدل 10% الحد الاقصى اللي هو اب اند داون خلال الجلسه كان اصبحت 20% عشان نقدر ندي مساحه اكبر للحركه، ما كناش غيرنا حركه المؤشرات علشان وده طبعا لوجيك جدا ان احنا لازم نغير المؤشرات مع تغيير الحركه السعريه للاسهم. لان الفلكتويشن فيها اصبح عالي فاصبحت بتقفل زي ما شفنا امبارح احنا قفلنا بس بمؤشر 70 لكن مؤشر 50 ومؤشر رئيسي ما كانش متراجع بشده اللي ادى صوره عكسيه عن اللي كان بيحصل عندنا في الماركت. كان عندنا مؤشر يعني 70. نستطيع ان نقول ان هذه هي يعني تراجع يعني جماعي للمؤشرات ولكن تراجع مؤقت ونتمنى جني المزيد من المكاسب والاستثمارات للبورصه المصريه. خبيره اسواق المال الاستاذه عصمت ياسين كنت معنا هاتفيا، شكرا لك.